اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين كل من السيد أيت إحداد عبد الكريم مدير تجهيزات المائية، على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قطاع التكوين المهني السيد السباق محمد مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين السيد باهي الحسين مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري السيد إدريس التازي مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.